على مستوى ريال مدريد، ريال مدريد خسر الآن كيليان مبابي، وقبلها خسر هالاند اللي انتقل إلى مانشستر سيتي. هل تتوقع أن ريال مدريد قد يوجه أنظاره لمحمد صلاح جناح ليفربول، خاصة أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني ريال مدريد قال أن محمد صلاح هو أفضل جناح في العالم؟ ممكن انه احدى الاختيارات التي امام. اؤكد لكم انه لديهم الرغبة القوية في ضم افضل لاعبين في العالم، وصلاح هو احدهم ولا ننكر ذلك. فشلت الصفقات الاخرى مع هالاند او امبابي، لكن لما لا، فانها صفقات مفتوحة ولديهم الحق في التحدث مع الجميع، وهم يرغبون بالفعل في التعاقد مع لاعبين كبار. وريال مدريد يعتبر من أكبر الأندية أو أكبر نادي في أوروبا، ولديه الحق في التفكير في ذلك. وصلاح بالفعل لاعب يستحق ذلك، ويجب أن يبحث عن حلول لكي يبقى على هذا المستوى في صدارة الأندية الأوروبية. وأعتقد أن صلاح اختيار ليس سيء نهائيا. طيب لو سألتك أنت، أو كان ليك أنت النصيحة لمحمد صلاح، تنصحه بالبقاء في ليفربول أم الانتقال إلى ريال مدريد؟ أعتقد أنه يجب أن يذهب، أؤكد أنه يجب. ليفربول فريق كبير، فريق رائع، وفعل كل شيء هناك، وفعل كل ما يتمناه، وأتمنى أن تمر من المباراة النهائية في دوري الأبطال الأوروبي. لكن ريال مدريد يمثل شيء آخر مهم جدا له، وأعتقد أنها كما نقول واجهة كبيرة جدا لكرة القدم العالمية، ووجود محمد صلاح بها يعتبر إضافة كبيرة له في ليفربول. كل ما فعله رائع، فريق ليفربول فريق كبير جدا لا ننكر ذلك، لكن أؤكد لكم، وهو منافس لكل الفرق، لكن أؤكد لكم أنني شخصيا أنصحه بالذهاب، أنه لديه كل المقومات لكي يشغل مكانته هناك. استمرارا للحديث عن محمد صلاح افضل لاعب في او هداف الدوري الانجليزي، وايضا افضل صانع اهداف في الدوري الانجليزي. هل كان يستحق محمد صلاح جائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ام كان يستحقها كيفن دي بروين؟ ما هو وساديو ماني الاثنان قدموا جميعا سويا، انها منافسه قويه ما بينهم، ولاعبان كبيران جدا ويلعبوا في فريق كبير، والحصول على لقب شخصي كهذا انه اضافه كبيره جدا. اعتقد ان هناك شيء ما في لعبهما رائع، ولكن يجب ان يروا سويا كيف يستطيعوا ان يفعلوا اكثر من ذلك معا، لكي يساعدوا بعضهم البعض للحصول على الالقاب الفرديه الاكثر اهميه. لكن اعتقد ايضا انهما متساويان في الفرصه ايضا. يعني هل انت تشعر انه ما فيش تعاون كبير بين صلاح وماني في الملعب؟ وصل لك ده؟ حاسس بكده؟ أنا أشعر بذلك وهذا واضح. لا أعلم إن كان ما هي العلاقة الشخصية بينهم، لكن يجب أن نرى في الملعب هذا التعاون، لأنه يصب في صالح الفريق. كل منهما الأفضل، وأؤكد لكم أنهم لاعبان رائعان ولديهم موهبتان رائعتان مختلفان في الأداء، أي نعم، لكن ما نراه أنهم يوجد منافسة بينهما، وهذا ليس لصالح ليفربول. وهذه يجب، عندما تكون لديك الموهبة يجب أن تكون لصالح الفريق وليس لصالح لقب فردي. لو سألتك في رأيك مين هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، تختار مين؟ أنا فرنسي، إمبابي.
طيب بمناسبه انك فرنسي، لماذا لم تختار كريم بنزيما؟ لديه 23 عاما ولديه مستقبل رائع ويقدم كل هذا، وهذا العام قدم أداء رائع وكان أفضل هداف وأفضل صانع لعب، وهو بالعمر 23 عام. أعتقد أنه سوف يقدم الكثير، ولديه حتى 23 عام لديه سجل مليء على بكمية كبيرة من الإنجازات والأهداف والأداء الرائع والتمريرات، وهو أعتقد أنه يستحق لقب أفضل لاعب، وأنه نضج الآن كما ترون، وأعتقد أنه تجاوز ميسي في الموهبة الآن. أعتقد ذلك أيضا لأنه يقدم الكثير ويلعب بجوار ميسي ونيمار في نفس الموسم ويقدم هذا الأداء الاستثنائي، أعتقد أنه يستحق ذلك.